بس انا اميره ريا. اميره ريا ظهرت مؤخرا في ستوري بدون مكياج، يعني الستوري تاعها يعني فوالا اللي ظهرت بدون مكياج، شفناها مؤخرا باللي عندها يعني الظهور تاعها بدون مكياج، وقالت باللي انا الاشك فوا يعني تظهر، اخترت بيبا، اخترت منشطه، اخترت يعني حابين نكتشفوا العفسه الجديده اللي تاعها، وش حتى اعطينا حاجه جديده. أميرة ريا أيضا نقدر نقولوا هي ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، الناس بزاف يحبوها ويتابعوها، وماشي المرة الأولى اللي نظن أنها تبان من دون مكياج، هي حتى في الستوري تاعها وتتعرض بزاف للتنمر والانتقاد، لكن تعجبني أنها عندها هدف في حياتها وتوصل له. فوالا هي باسكو يعني الحاجة اللي حل يعني السؤال اللي يقعد يدور، هي يوتيوبرز وهي من الناس اللي يقولوا على المكياج، دخلت العالم الموضة يعني عن طريق الميك اب وكل ما هو يعني بالمكياج، وكي تظهر بلي ستوري تاعها بدون مكياج يطرح عدة تساؤلات، وعلاش تظهر يعني هي اوطونك يوتيوبرز تهضر على الميك اب، تهضر على المكياج. هذا التساؤل اللي طرحوه بزاف ربما متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. نعتبروا جرأة من عند كل امرأة خصوصا الشخصيات اللي معروفين انهم يظهروا للعلن بدون مكياج بجمالهم الطبيعي. شيء جميل، انا نظن حتى نحو هذيك الصوره النمطيه، لانه كل شيء يعني ايجابي وكل شيء يعني مستف ومسقم، يعني احيانا ممكن توري بيتها، واحيانا مثلا نتبعها لانه ملالية نشوف انه بيتها توريه كما راهو، حياتها الطبيعيه العاديه، شيء جميل انا نشوف يحسب لها حياتها الشخصيه طبعا. وهذا راي اللي كما يقولوا انت جبت الصوره من خلال ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي فوالا، ونلحقوه ونشوفوا يعني راي المشاهدين.